السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه ايبوكسي وولت. فيديو النهارده مهم جدا، فحاول بقدر من الامكان انك تتابع الفيديو ده للنهايه، لان فيه معلومات مهمه جدا جدا جدا. في البدايه علشان انت تكون فاهم او عارف، احنا هنعمل شياله من الريزن. طيب الشيالات بتتعمل ازاي؟ انت المفروض تشتري قالب مخصص للشيالات، وبيكون مكون من 3 قوالب فوق بعض، اللي هو مقاسات 25 سنتي 20 سنتي 15 سنتي. في من الشيالات ازيد من 6 او 7 اشكال مختلفين. طيب هل في يا محمود قالب شيالة دايرة مستوي؟ لا، مش هتلاقي او مش موجود في السوق او مش متوفر عموما. طيب انا لو مش عندي قالب شيالة ومحتاج اعمل شيالة ومعيش فلوس ان انا اعمل شيالة، بس انا محتاج اعملها، ايه الحل وانا معايا قالب صينيه؟ الحل انك تتابع الفيديو ده وتشوف ازاي انا هعمل شياله بطريقه حلوه جدا 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 من غير ما يكون معايا قالب شياله. وبكمان هنعمل يعني شكل مختلف، شكل جديد ما ظهرش قبل كده. هنشوف التركاب بتاعته مع بعض. في البدايه انا هبدا اجيب نوع الريزن اللي انا بشتغل بيه، وانا بشتغل بجميع الانواع، وخلينا متفقين ان كل نوع له نسب مخصصه بيه وله مواصفات فنيه برضو مخصصة بيه. هبدأ دلوقتي ان انا اخد 300 جرام من الرزن عليهم 150 جرام من المصلب، يبقى انا كده خدت النص بالظبط، علشان نسبة الرزن بتاعي اللي انا هشتغل بيه 2:1. هبدأ دلوقتي اخد الكمية. واهم حاجة انت لما تيجي تشتغل، ولو انت مبتدئ وبتتفرج عليا لاول مرة، لازم تلبس ماسك وتلبس جوانتي زي ما انا لابس كده، لان مادة الرزن ليها اضرار. فيديو اضرار الرزن هتلاقيه موجود على القناة، وانا منزل اكتر من فيديو عن الموضوع ده. فلو انت برضو مبتدئ وبتتفرج عليا لاول مرة، اوعى تدخل في المجال ده غير لما تشوف فيديو اضرار الرزن. هبدا دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اجيب قالب السيليكون الصينيه بتاعي الدايره المستوي، وده مقاس 30 سنتي. ده مقاس ايه؟ مقاس 30 سنتي. انا بحط تحته كيس شفاف كده، علشان انا ما ينفعش احرك القالب بعد الصب، ودي اول معلومه انت المفروض تكون عارفها. المكان اللي انا بصب فيه ما ينفعش اشيل القالب من مكانه بعد الصب، لان انت هتيجي تشيل القالب هيندلق منك ويقع منك وتبقى كارثه. طيب انا علشان بصور في المكان ده، والمفروض ان انا احرك القالب بتاعي، بحط تحته كيس شفاف كده علشان بسهوله احرك الكيس، ويعني تبقى الموضوع سهل وبسيط معايا. هبدا دلوقتي ان انا اجيب تاني قالب معايا، وهو قالب كوستر مستوي مقاس 20 سنتي. يبقى انا كده معايا قالب صينيه ومعايا قالب كوستر، الاثنين نفس الشكل بالظبط، لكن المقاس هنا 30 سنتي والمقاس هنا 20 سنتي. هبدأ في أول مرحلة معايا إن أنا أصب الرزن الشفاف لنص القالب. هعمل إيه؟ أصب الرزن الشفاف بتاعي لنص القالب. أنا عامل كمية كبيرة، الكمية دي برضو ما كفتش، فأنا عملت حوالي 200 جرام تانيين. تمام؟ هبدأ دلوقتي إن أنا أصب الكمية الأولى هنا والكمية التانية هنا، يبقى أنا معايا القالبين فيهم الرزن الشفاف. هبدا دلوقتي بقى ان انا اعمل ايه؟ اشوف الشكل اللي انا محتاجه وهبدا انفذه. انا بقول لك ان الفكره او التجربه اللي هتظهر قدامك دلوقتي هي ما نزلتش قبل كده على القناه، فتابع وشوف انا هعمل ايه، علشان لو انت حابب تعمل نفس الفكره تطلع كويسه معاك وتنجح معاك من اول مره. هبدا دلوقتي ان انا معايا شويه رزن تانيين بره، هجيب كوبايتين واصب شويه رزن هنا وشويه رزن هنا. اول كوبايه هبدا ان انا الونها باللون الابيض البيجمنت السائل المعمل، شايف الاسم الطويل ده؟ تاني الابيض البيجمنت، نوعه سائل، نوعه معتم، في منه بودره، في منه لامع اللي هو المايكا، لكن اللون بتاعي هو ابيض بيجمنت معتم، وانا بجيب اللون السائل وهبدا اخلطه مع ماده الريزن بتاعتي. نركز، بخلطه مع ماده الريزن، وهخلط الكوبايه التانية بورق فضه، ورق نحاس، ورق ذهب، ورق اسود، اي لون من الوان الورق، لان الاوراق في منها الوان كتير. الموضوع مفهوم؟ هبدا دلوقتي اجيب يعني الكوبايه اللي مخلوطه باللون الابيض، اللي هي كوبايه الريزن اللي مخلوطه باللون الابيض، واجيب حاجه زي قطاره صغيره كده، سرنجه تنفع، قطاره تنفع، ممكن تحطها في كيس وتخرم الكيس خرم بسيط وتعمل نفس الفكره. اي حاجه معاك تنفع، السحاحة تنفع. فأنا هنا ابتديت إن أنا أجيب القطارة دي، بيكون فيها سن حديد، وهتلاقيها عند الناس اللي بيبيعوا خامات الرزن. والقطارة دي إحنا بنحط فيها الألوان، وبيكون يعني شكلها حلو واستخدامها أسهل بكتير. هبدأ دلوقتي إن أنا أجيب الإزازة الفاضية دي،
هبدأ أعبيها من اللون الأبيض اللي مخلوط بالريزن، يبقى تاني يبقى كوباية الريزن اتخلطت باللون الأبيض علشان الناس هتفكر إن ده لون أبيض لوحده كده ومعلوش أي إضافات. لأ، ده ريزن مخلوط عليه لون أبيض بيجمنت. وهنبدأ دلوقتي بعد ما الريزن يكون لزج سنة بسيطة، يعني أنا صبيته دلوقتي استنيت نص ساعة مثلا، وده ملوش وقت محدد. انت المفروض تتابع الريزن بتاعك لما يكون تقل سنة بسيطة، يعني ما بين ان هو سايل وما بين ان هو ابتدى يعني سنة بسيطة يتقل. وابدأ اعمل الخطوط اللي ظاهرة وواضحة قدامك دلوقتي. الخطوط دي ممكن تعملها باكتر من شكل واكتر من طريقة. الخطوط دي فكرتها حلوة جدا جدا جدا. خلينا متفقين ان اللون الابيض المعتم تقدر من خلاله انك تعمل اشكال تحفة جدا جدا جدا. لو انا يعني في فيديو النهاردة انا عامل فكرة انت محتاج ان انت تعملها برضو، ممكن تعمل نفس اللي انا بعمله. طب ممكن تصب تاني بطريقة عشوائية، يعني تعمل خطوط مختلفة عن الخطوط اللي انا عملتها. ممكن تعمل رسمة جوه. طيب الناس اساسا بترسم ايه يعني بجوه؟ بيرسموا باللون الابيض المعتم، اللون الابيض المعتم. طيب انا هنا ما جبتش لون بودرة ليه وجبت لون سايل؟ لان طبعا الالوان السايلة تقلبها اسهل بكتير، الخلط بتاعها اسهل بكتير، ما بتعملش ترسبات زي الالوان البودر. وده برضو ما يمنعش ان الوان البودر في منها درجات تحفة، في منها اشكال تحفة، ولو انت قلبتها كويس مع مادة الريزن مش هتعمل ترسبات معاك. بس انا علشان وقت التصوير وقت الفيديو فانا بختصر او بنجز عموما، وبستخدم اللون السايل اللي هو البيجمان. بعد ما اخلص الفكرة بتاعتي وانا عملت خطوط في الاولى وعملت خطوط في التانية، هبدأ دلوقتي ان انا اجيب الورق اللي هو المذهب ده وهحطه في الصينية من المنتصف، وهبدأ ان انا بقى ارسم الرسمة اللي انا محتاجها. طيب هل الفكرة دي اول مرة تظهر؟ لا طبعا، انا بقول لك اهو هتلاقي شبيه ليها كتير، في افكار تانية كتير. واجمد حاجة في مادة الريزن انك بتطلق العنان بتفكيرك، يعني فكر زي ما انت عايز، اعمل الشكل اللي انت محتاجه. يا جماعة ده فن، فالفن انا مش مقيد بفكرة ومش مقيد بحاجة ان انا اقلدها بالظبط. وخلي بالك لو في عميل بيكلمك وبيقول لك انا عايز نفس الشكل بالظبط، وانت يعني قلت له هعملها لك، يبقى انت بتضحك على نفسك. انت كده ما بتضحكش على العميل، انت بتضحك على نفسك، لان صعب تقليد الشكل مرتين. لان مادة الريزن مادة بتكون مادة كيميائية، مادة سايلة زي المية، انت بتشكلها وهي بتشكل من تلقاء نفسها، فصعب ان احنا نقلد. انما ممكن نعمل نفس الفكرة وبتطلع بطريقة مختلفة، يا اما اوحش يا اما اجمل مليون مرة من الصورة اللي بعتت لك من العميل. بعد 24 ساعة هبدأ ان انا اعمل ايه؟ هبدأ ان انا اخلع القطع بتاعتي من قالب السيليكون. ونركز هنا، نركز، انا المفروض هصب طبقة ريزن شفافة من فوق. يعني في ناس ممكن تصب وفي ناس تقولك لا انا مش هصب. طيب انا هصب طبقة ريزن شفافة من فوق ليه؟ علشان انا ما صبتش الاخر القالب، فانا لما خرجت القطعة من قالب السيليكون في حواف من يعني من الحروف كده، القطعة بيكون ليها حفة سنة بسيطة، فده بيخلي العميل لما يمسك القطعة في سن كده من الحواف. طب ايه حلها؟ حلها اول حاجة وهي في قالب السيليكون المفروض كنت اصب لاخر القالب، طبعا انا ما صبتش. طب انا ما صبتش ليه بقى؟ ركز، انا ما صبتش علشان ارتفاع القالب بتاعي 1 سنتي. فلو انا صبيت الكمية دي كلها 1 سنتي فوق و1 سنتي تحت في القالبين، يعني الشيالة الحمل بتاعها مش هيركب. انا هنا بقول لك معلومات علشان انت ما تغلطش. لو ارتفاع القالب بتاعي 1 سنتي والقطعة التانية 1 سنتي، الحامل مش هيركب، حامل الشيالة اللي انا لسه عاملها، وده هنشوفه مع بعض كمان شوية. طيب كان ايه الحل الالطف يعني والاجمل واللي مش هيخليني مثلا يعني الشكل يبوظ مني؟ ان انا اشيل القطع من قالب السيليكون واصب عليها وهي بره القالب. ركز بقى، لما انا خرجتها من قالب السيليكون ما ينفعش ارجعها تاني واصب عليها، كده الريزن هيسيل منك من تحت ويعمل حواف، وهتكون كارثه معاك، وهتحتاج صنفره، وهتحتاج تصب من اول وجديد تاني، وهتحتاج طبقه تلميع. يبقى انت دخلت نفسك في قصه كبيره مش قصتك خالص، مش قصتك خالص انك تعمل كل ده وتضاعف الوقت والمجهود والفلوس والخامات، انت مش لاقي وقتك. تمام؟ طيب المفروض لما القطعة تخرج من القالب انا ما بخرجهاش، انا ببدأ ان انا اصب عليها طبقة خفيفة خالص من فوق. طب انا عملت كمية قد ايه للصنيتين دول؟
او للصينيه ال 30 سنتي والكثر ال 20 سنتي عملت كميه 150 جرام. ابتديت ان انا اصب الطبقه الشفافه. نركز مع بعض عشان برضو في هنا معلومه مهمه. انا لا عزلت بلاتكس ولا حطيت سلوتيب شفاف من تحت ولا عزلت باي حاجه من تحت، لان الناس هتقول لي ما هو الريزن هيسرب. يسرب، ركز بقى، الريزن اساسا هيسرب منك لو انت ما عندكش المعلومه الكافيه في انك تصب على القطعه بتاعتك الريزن الشفاف. فالمفروض انت تكون فاهم وعارف كده. انا هنا مش يعني مش بشكر في نفسي وبقول لك ان انا جامد قوي، تعالى بص بقى انا بعملها اهوت من غير لاتكس، لا، لان انا ايدي في الماده على طول، انا فاهم انا بعمل ايه، وانا عارف ان 100% الريزن مش هيسرب مني. مش هيسرب ليه؟ لان انا ما صبيتش طبقه ريزن كبيره قوي، في نفس الوقت القطعه بتاعتي ليها حواف، وانا ما يعني بصب في النص وببدا ان انا اوزع بالعصايه، وده اللي شفناه مع بعض دلوقتي. هبدا ان انا اجيب البشبوري واشيل فقاعات الهواء اللي هتتكون على الوش نتيجه الصب، واسيب القطعه بتاعتي تنشف خلال 24 ساعه او 48 ساعه على حسب نوع الريزن بتاعك. تمام، اتمنى كل المعلومات اللي يعني اللي اتقالت في الفيديو النهارده انت تكون حفظتها او كتبتها، او ممكن ترجع للفيديو تاني وتشوف المعلومات دي. هتلاحظ دلوقتي بعد ما جبت القطعه، قطعه شفافه بتلمع، ما فيهاش اي مشكله، مش مسيله، مفيش ريزن مسيل على الحواف او من فوق او من تحت، وده حلو جدا. هبدا دلوقتي في المرحله الثانيه، وهو طريقه عمل شياله من الصينيه والقسطره. هبدا اجيب الميني كرافت بتاعي اللي هو الشنيور الكبير ده، في منه قطع غيار كتير، ممكن تصنفر بيه، تلمع بيه، تخرم بيه، تحفر بيه على الخشب، الازاز، في يعني اشكال متعدده منه ممكن تستخدمه. طيب هبدا ان انا اعمل ايه؟ اجيب بونطه اركبها في الميني كرافت ده، وابدا ان انا اخرم الصينيه بتاعتي من المنتصف. واحاول بقدر من الامكان انك لو هتعمل نفس الفكره انك تقيس الفتحه يمين وشمال او قطرها عموما بالمسطره علشان الفتحه بتاعتك تكون في المنتصف بالظبط. تمام، هبدا ان انا اجيب حامل الشياله. طبعا حامل الشياله في منه اشكال، في منه الفضي، الذهبي، في منه النحاسي، في منه الدايره، التاج، ورقه الشجره، في منه اشكال كتيره قوي. هبدا دلوقتي ان انا اجيب حامل الشياله ده، هشوفه هيركب على الفتحه اللي انا عملتها ولا لا، والحمد لله يعني ركب. هجيب القطعه الثانيه وهو قالب الكوستر. قالب الكوستر برضو في منه مقاسات، في منه اشكال، في منه انواع، وهكذا. يبقى انا كده خرمت القطعتين بتوعي، وهتيجي المرحله النهائيه اللي هي معلومه فيديو النهارده او عنوان فيديو النهارده، اللي هو طريقه عمل شياله من الرزن من قالب الصينيه. تمام، يبقى انت لو ما معكش شياله ومعاك صينيه تقدر انك تشتري الكوستر نفس الشكل وتعمل الشياله بنفس الطريقه. ومعلومه كده، الشياله بتاعتي اكبر من الحجم الطبيعي ب 5 سنتي، لان قوالب الشيالات بتبدا من 25 سنتي، يبقى 25 20 15، ما بالك هنا انا الشياله بتاعتي بتبدا من 30 سنتي، وفي برضو صواني 33 سنتي. يبقى انا هنا عملت الشياله بتاعتي 30 سنتي و20 سنتي، وعملتها دورين اتنين فقط. كان ممكن اعملها 3 ادوار واجيب كوستر اصغر في الحجم كمان، لكن انا شايف ان الالطف والاجمل عموما ان انا اعمل شيالة دورين اتنين، لان الشكل بتاعها النهائي هيكون افضل وكمان هتكون حلوة معانا. يبقى انا في فيديو النهاردة قلت لك كم هائل من المعلومات، حاول انك بقدر من الامكان انك تستفيد منه. وكمان عملنا شكل تحفة، مش اي شكل والسلام، وعملنا شيالة دايرة، وانت مش هتلاقي في السوق المصري عموما قالب شيالة دايرة مستوي. تعالوا بينا مع بعض دلوقتي نشوف الشكل النهائي في ضوء النهار. طبعا التصوير بتاعك بيكون مختلف، التسويق بتاعك بيكون مختلف. حاول بقدر من الامكان انك علشان تسوق صح انك تصور صورة حلوة في ضوء النهار في مكان كويس. انا هنا ما صورتش في مكان كويس لان انا طبعا في مكان الشغل، لكن ضوء النهار واضح وظاهر على القطعة. الرسمة اللي موجودة حلوة قوي قوي كمان، الشكل النهائي تحفة، والقالب بتاعي ركب، وحامل الشيالة بتاعتي ركبت، ومفيش اي مشكلة. اللي كان ممكن يخلي الحامل بتاعي ما يركبش لو انا كنت صبيت لاخر القالب ارتفاع 1 سنتي، فالشيالة مش هتطول الحامل من تحت، فللأسف مش هتركب. ده كان فيديو النهاردة. بتمنى فعلا لو الفيديو عجبك انك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويا جماعة قولوا لي رأيكم في الكومنت تحت ان احنا نعمل فيديوهات تانية عن ايه، او نعمل افكار ايه. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي، بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.